طيب احنا ما زلنا بنتحدث طبعا على الاهلي والترجي. طيب غدا بمشيئه الرحمن او النهارده، خلاص احنا بقينا الجمعه خلاص، تتوقع تشكيل النادي الاهلي ايه وليه؟ يعني تشكيل علي لطفي طبعا، الشناوي مش موجود فعلي لطفي هيلعب اكيد. اتوقع بعد ما حضرتك قلت ان محمد هاني عنده انذارين فاتوقع انه هيبتدي بخالد عبد الفتاح، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، دول مهمين ما ينفعش يغير فيهم. علي معلول مالوش بديل برضه بنفس الكفاءه، فاعتقد ان علي معلول هيبقى باك ليفت مهم جدا. الثلاثي المعتاد بقى في اتنين منهم اكيد هيلعبوا مروان عطيه واليو ديانج. حمدي فتحي عنده انذار، فاعتقد ان البديل عنده انذارين برضه، خايف من انذار التالت. فالبديل التالت ده هيبقى واحد من اتنين، يا القندوسي، ما اعرفش عمرو السوليه يا سليم جاهز ولا لسه، اعتقد انه لسه بيتمرن بس يعني لسه مش جاهز قوي يعني. يبقى يا قندوسي يا قفشه، ده اكيد واحد من الاثنين دول. انت لو هتحط حط مين؟ انا هحط قندوسي، لان قندوسي كورته يعني برضو مختلفه عن قفشه، وفي نفس الوقت هو اللي يعني اخر فتره هو اللي بيلعب يعني. قفشه بقاله كتير ما لعبش، بيبقى بديل يعني. فاعتقد ان قندوسي هو اللي ممكن يبتدي، ويبقى قفشه هو اللي بيغير. على الاطراف زي ما هشام قال، لو بيرسي تاو هيلعب ناحيه اليمين، الشمال لو هيلعب نفس التشكيل هيبقى سن الشحات. انت لا، انا شايف ان هو ما دام في تغييرات كتيره يبقى يبتدي بالثلاثي الهجومي اللي لعب اول ماتش، اللي هو حسين الشحات شمال وبيرسي تاو يمين وكهربا، وكهربا راس حربة، يبتدي بقى يدي لاحمد عبد القادر وطاهر ومحمد سليم كابو دلال الشوط الثاني. وانت يا كابتن هشام؟ علي لطفي زي ما قلت تامر طبعا خلاص ملوش حل. انا شايف ان محمد هاني هيبقى نفسه يلعب عشان شرط الكابتنه برضه بتدي يعني حاجه مهمه. خلي بالك يا الناس ممكن تفتكر انها مش مهمه، لكن هي مهمه ان ينزل كقائد الفرقه. وعلي خاطر بالانذار الثالث مش عارف، بس هي مش هشام تقيل لسه ورا. لا وجوده يعني مهم في اول مباراه في هنا في مصر في النهائي. ياسر ابراهيم زي ما انت قلت، محمد عبد المنعم، علي معلول، نص الملعب انا وجهه نظري ممكن يلعب ثلاثه، مروان عطيه، ديانج، ممكن طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر ثالث في وسط الملعب. يدافع في وسط الملعب. يلعب قدام علي معلول. قدام علي معلول. كنوع طاهر بيدافع كويس وبيهاجم كويس. فعنده الناحيه البدنيه قويه جدا. عبد القادر قدام. ناحيه الشمال. بيرسي تاو وكهربا. وكهربا. ممكن. طيب انتوا الاثنين اجمعتوا على كهربا. ايه مميزات كهربا كابتن تامر عن محمد شريف؟ لا يا كهربا هو المؤثر دلوقتي، هو اللي على الجون افضل محمد شريف. محمد شريف حتى لما بينزل الشوط الثاني بيبقى يعني بيبقى ليه تاثير، فاعتقد ان نزول محمد شريف الشوط الثاني افضل من نزول كهربا الشوط الثاني يعني. بحس ان كهربا لما يبتدي بيبقى هو دي حصلت ودي حصلت، بس وجود كهربا في التشكيله الاساسي بيبقى بيأدي افضل ما لما بينزل في الشوط الثاني. يعني فنيا تحركات كهربا اميز من محمد شريف من وجهه نظرك في ايه؟ بما ان انت حطيته هو افيد ان بيروح على الجون على طول. محمد شريف بيتاخر شويه انه يروح على الجون، فهي دي. لكن تحركات محمد شريف مميزه جدا جدا، بيعرف يستلم ورا خط الدفاع بشكل كويس قوي يا كابتن مدحت. بيفضي لنفسه مساحه كويسه، بس لسه ما عندوش الثقه ان يجيب جوان. يعني الكره الاخيره اللي هو طمع فيها طاهر محمد طاهر هو اللي لعبها له اصلا. لو استلمها تاني كان هو ممكن يروح يجيب جون. ما هو بقى ده مش عيب فيه هو. لا بس دي كانت غلطه طاهر دي. كانت سهله قوي اديها له على اليمين، كان ممكن يديها له تاني يخليه. هو محمد بقى له فتره يعني المستوى التهديفي عنده مش ثابت، فعشان كده ما عندوش ثقه. كهربا عنده كهربا الفرصه اللي بتجيله بيروح بيجيبها جون، حتى لو ضايع بس بيجيب في الثالثه. ايوه، فعشان كده كهربا هو افيد في النواحي التهديفيه. في النواحي التهديفيه كولر بكره كابتن تامر هيلعب من البدايه فاتح خطوطه عشان يحسم، ولا هيلم خطوطه تحسبا لا سمح الله لاي مفاجاه تزعجه في البدايه؟ بص، هو كولر مش مستعجل على حاجه. انت جايب نتيجه 3-0 خارج ارضك، فانت مش مستعجل. طبيعي ان انت الاستحواذ هيبقى المفروض يبقى معاك استحواذ افضل من الترجي. الترجي انا شايف ان في ميزه، ان الترجي طول ما الوقت بيعدي هو لازم يفتح خطوطه، عشان ما ينفعش انت في الاخر لازم تهاجم عشان تحرز اهداف. فاعتقد دي فرصه للسرعات اللي موجوده سواء بيرسي تاو او كهربا في الشوط الاولاني، لو قدروا ان هم يجيبوا هدف في المساحات اللي هيلاقوها يقتلوا المباراه. اعتقد ان خلاص كده نهوا المباراه، يعني هيقعدوا على اخر امل. يعني شايف ان كولر قد يبدا متحفظا نسبيا؟ مش متحفظ يعني، بس مش مستعجل ان هو يجيب هدف. يعني هو مش هينزل مش مستعجل، دي معناه انه مش هيفتح في البدايه. لا، هي بص هو عنده ميزه كمان يا كابتن مدحت، هو هشام اشار على ميزه في الاهلي دلوقتي، ان هو الخطوط بقت متقاربه جدا. دي الميزه اللي عاملها هو مروان عطيه بصراحة. في نص الملعب
رابط الخطوط ببعض بطريقه، بيجري كتير جدا، بيستخلص الكوره، عنده الشوت باس، عنده اللونج باس، فرض نفسه بسرعه غريبه. وبقول لك هو ادى ميزه ان خلى في تقارب للافراد جوه المنظومه بتاعت الاهلي جوه الملعب بصوره كبيره جدا. بقى مدي كمان مساحه ان انت حمدي فتحي انه يتقدم، اليو دينج لو تقدم مفيش مشكله. فاعتقد ان هو طبعا اعتبره من نجوم الاهلي في الفتره مفيش اللي فاتت. كلام. ويمكن ده بيثبت برضه يا كابتن هشام انه لما يجي لعيب جديد مش بالضروره يتاخر نبوغه طبعا. يعني مروان عطيه من دي 1 صح كابتن، كولر اعتمد عليه، لعيبه تانيين زي ما حضرتك بتقول يا كابتن هو اجتهد. الولد اشتغل على نفسه شغل كويس جدا جدا في التمرين، ملتزم جدا جدا، منضبط جدا في التمرين. ما يعني واحد هو حاطط لنفسه حاجه لقدام، يعني هو مش هيقف عند النادي الاهلي، وعنده امكانيات، عنده امكانيات كويسه، عشان كده طور نفسه مع الراجل بشكل كويس. وعايز اقول لحضرتك حاجه، ان هو الراجل بيشتغل هو وسامي قمصان مع الناس كلها في تطوير الاداء. ما بيتكلمش ان انا بلعب ماتش وخلاص وتقسيمه وحلو، ان انا فارق في الدوري، او ان انا بلعب مباراه فانا كسبان فنيجي التمرين نهزر ونضحك. لا، هو كل مره بيدي درس للعيبه اكتر من اللي قبليه، ان هو عايز دايما تطوير في الاداء. هتلاقي دلوقتي الكوره حتى بقت رتمها سريع مع النادي الاهلي، غير عكس الاول. عكس الاول كان فين وفين عبال ما تحضر، ترفع راسك تلعب الكره طوليه، القطع دلوقتي سريع يا كابتن. اللعب نفسه بقى سريع. حمدي فتحي ما شاء الله طور اداؤه يا كابتن، من بوكس تو بوكس اكتر واحد ملتزم ومنضبط. هو اللي بيضغط يا تامر مع راس حربه اللي امام، يعني سواء كهرباء قدام او محمد شريف، بيبقى هو راس حربه التاني اللي بيضغط، التاني بيضغط، بيجيب اهداف يا اما بيصنع. بالظبط. فده تطوير يا كابتن لاداء النادي الاهلي. صح. فعشان كده لا، في لعيبه كلها كويسه. مروان عطيه طبعا احد المكاسب المجيدين طبعا. في كلمه واحده، بكره يوم السبت الساعه 4، مين اللي هيكسب، الوداد ولا سان داونز في جنوب افريقيا؟ انا شايف ان سان داونز سان داونز، بس النتيجه خادعه. نتيجه التعادل السلبي ده ممكن الوداد قادر ان هو ممكن يعمل نتيجه ايجابيه 1-1 او 2-2، ممكن يخرج يقلب الموضوع. اعتقد ان برضو الموضوع 60-40 لسان داونز. طيب برضو في كلمه واحده، تتمنى ان شاء الله الاهلي يلتقي مع الوداد في النهايه ولا مع سان داونز؟ لا، للاهلي اتمنى الوداد طبعا، سان داونز فرقه قتل بكتير. لا طبعا سان داونز بالنسبه لي برضو. تتمنى تلعب سان داونز؟ طبعا. والله طبعا، مهما كان برضو اللعب الافريقي برضو حاجه تانية، وانت درست الموقف بشكل كويس. لا بس يا هشام، لا، لعب شمال افريقيا كانت صعبه بالنسبه لنا. فرقه تقيله هيبان بقى في الملعب. اللي بيوصل فاينل عندها عيوب طبعا، وعندها ممكن تستغل اخطاء كتيره هي. بس لا، كنت تتوقع ان مانشستر يكسب 4 امبارح ريال مدريد؟ لا يمكن. 4 لا، متوقعين ان هي يكسب بس لا يمكن 4. وكان ممكن يبقوا 6-7. ممكن. فلولا يعني ده انقاذ، ده كورتين بتوع هالاند ده، كورتوا تألق غير طبيعي. صح غير طبيعي يعني. لو بعدين سان داونز من الفرق اللي بتعرف تلعب بره ملعبها احسن من الوداد، يعني اعتقد سان داونز ممكن يتعب الاهلي هنا في مصر اكتر من الوداد. اوكي، يعني انت تتمنى ان انت تلتقي مع الوداد، انت تتمنى تلتقي مع سان داونز بعد ما ان شاء الله يحدث الامور غدا باذن الله.